إن اهتمامنا بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام تجعل الدولة صاهرة على تعزيز هذا الاتجاه، وهو ما أؤكده مرة أخرى من خلال توجهي إلى الحكومة لكي تسرع في تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، ولكي تسهر على تفعيل هذه الهيئة مع تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري أيضا. أرجو من الحكومة تفعيل الصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة مع مطلع السنة المقبلة. ختاماً، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية إلى الجميع مهنئاً الفائزات والفائزين.